في يوم من الأيام يمكن يحب حياة الجار جدا ممكن. أنت ساعدتنا كتير أوي. كان في مرة راجل عجوز عايش مع مراته في بيت صغير لوحدهم، فطلب العجوز من مراته تحضر له حاجة حلوة على العشاء بس تكون حاجة جديدة. فراحت العجوز المطبخ وعملت له كيكة جنزبيل اللي هو بيحبها، بس المرة دي عملتها على شكل راجل صغير وحطتها في الفرن، ولما خرج من الفرن قالت: الله، ده شكله حلو قوي، خلاص انا هعمل له عيون وهزينه بالشوكولاتة وعجينة السكر والكريم شانتيه. وأول ما خلصت حصلت حاجة غريبة. يا خبر، إيه ده؟ الولد اللي معمول من الكيك قام وقف وقال: هاي، أنا رجل الجنزبيل. استني يا ست، أنتي أنا مش هخليكي تاكليني، ولا أنتي ولا الراجل العجوز اللي هناك ده. إيه ده؟ استنى، أنت رايح فين؟ أنت العشا بتاعنا، خدت على ما أقول لك، خدت على هنا. فهرب رجل الجنزبيل والعجوز ومراته بيجروا وراه، وهو بيجري قابل بقرة قالت له: الله، ريحة الجنزبيل حلوة قوي، انا عايز اكله. انتي اصلا مش هتعرفي تاكليني، مش هتعرفي تمسكيني اصلا، لاني جريت من الناس العواجيز اللي هناك دول مش قادرين يجروا ورايا، وبرضو هجري منك يا بقرة يا تخين انتي. فجري رجل الجنزبيل وجري وراه العجوز ومراته والبقرة، وبعدها قابل الحصان. أنا بحب كيك الجنزبيل، أنا هاكلك. ابقى وريني هتحصني ازاي، أنا بجري من البقرة التخينة دي والعواجيز، وانت حصان بطيء مش هتقدر برضو تمسكني. وفضل يجري والمجموعة كلها وراه لحد ما قابل بحيرة ولقى ثعلبة بتشرب من المية. قالت: ياه، أنا نفسي أكله، لكن في ناس بتجري وراه وعايزين ياكلوه هما كمان، أنا هستخدم مكري بقى عشان أوصل للي أنا عايزاه. وقالت له: إزايك يا جنزبيل، هو إحنا ممكن نبقى أصحاب؟ اتبسط جنزبيل قوي وقال: أكيد ينفع، هو ممكن تعديني البر التاني عشان ما تبلش. وافقت الثعلبة وقالت له: موافق، هت على ظهري يا جنزبيل وانا هعديك. وبعد كده وهم في وسط المية الثعلبة قالت لجنزبيل: بقولك يا جنزبيل، ايه رأيك تقعد على راسي علشان ما تبقاش قريب من المية؟ طيب ماشي، موافق. ووافق رجل الجنزبيل. وقتها رفعت الثعلبة رجل الجنزبيل في الهواء، وهوب فتحت بقها وأكلته.